من أربيل ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل مراسل الغد صهيب الفهداوي. صهيب، مزيد من التفاصيل حول إلقاء القبض على منفذ اغتيال الدبلوماسي التركي. نعم، بعد 3 أيام من العملية تمكنت قوات الأمن الداخلي التي تسمى بالأسايش هنا وجهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على المنفذ الرئيسي للعملية التي استهدفت الدبلوماسيين الأتراك في أحد المطاعم في مدينة أربيل، وهو الشخص الذي كان يعني نفذ الهجوم بنفسه مع 4 من رفاقه. بحسب المعلومات التي جاءت من مديرية الأمن أن هنالك ثمة 4 أشخاص يتم البحث عنهم. 3 من هؤلاء هم الذين كانوا داخل المطعم، ومظلوم داغ هو من نفذ بنفسه العملية بإطلاق النار من مسدس كاتم للصوت على نائب القنصل التركي داخل المطعم، ولاذ بالفرار مع 4 من مساعديه في تنفيذ هذه العملية. السلطات لم تكشف حتى الآن عن يعني طبيعة هذه العملية، إذا كانت تحمل أجندات لدول أو منظمات دولية، أم أن تنظيم PKK هو أو حزب العمال الكردستاني هو من نفذ هذه العملية، باعتبار أن مظلوم داغ هو من محافظة ديار بكر التي يعني نشأ فيها تنظيم البككة، تنظيم حزب العمال الكردستاني. والمعلومات التي تتوفر حتى الآن بأنه هو المنفذ الرئيسي وهو العقل المدبر لهذه العملية، وننتظر بيان يصدر من السلطات في إقليم كردستان ليوضح عن تفاصيل هذه العملية ومن يقف وراءها، سواء كانت أجندات دولية أم حزب العمال الكردستاني. ولا نعلم إذا كانت السلطات ستتحفظ على هذه المعلومات لحين إلقاء القبض على كافة أفراد الخلية التي نفذت هذه العملية، أم أنها ستدلي بتصريح عن ما تم الحصول عليه حتى الآن من معلومات. السلطات في أربيل كانت قد أعلنت يوم أمس عن صورة مظلوم داخ وطلبت من المواطنين التعاون معهم في إلقاء القبض عليه. نعم، شكرا جزيلا صهيب الفهداوي مراسل الغد من أربيل.